اهلا بحضراتكم مره تانية. لسه عندنا اخبار كتير بخصوص النادي الاهلي، ومن خلال بالتحديد الصفحات المختلفه على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف ايه الجديد ونعلق كمان بشكل مفصل عن كل الاخبار اللي بتتعلق بالاهلي في السوشيال ميديا. نبتدي بترند الاهلي ونشوف حساب كوره بلس على تويتر واللي قاله موقف برونو سافيو من المشاركه مع الاهلي في وديه اسوان. برونو سافيو يا جماعه هيشارك بكره ان شاء الله مع الفرقه في الماتش الودي، يمكن ما شاركش الماتش اللي فات عشان كان عنده ثقل بسيط قوي قوي ناتج عن يعني الفتره اللي فاتت، سواء مع فريقه السابق بوليفار بوليفي ومشاركاته سواء فتره اعداد او بعض المباريات، وايضا عن فتره الاعداد الحاليه مع الفريق، فكان طبيعي يعاني من تقل او اجهاد عام بخلاف تقل بسيط قوي في العضله الخلفيه، لكن هو شارك في التدريبات بقى له يومين ثلاثه. فاللاعب هيلعب بكره المباراه الوديه، اول مباراه وديه ليه مع الفريق، نتمنى له يا رب كل التوفيق، احد العناصر اللي باذن الله يكون او تكون متالقه جدا خلال الموسم الجديد. الوطن سبورت وبيقول لك تشكيل الاهلي متوقع امام اسوان وديه، من اربع مصابين جاهزون للمباراه. خليني اقول لكم التشكيل المتوقع. حارس المرمى علي لطفي، ده طبقا طبعا اللي بيقولوه الوطن سبورت. في خط الدفاع محمد هاني، محمد مغربي موجود مع المنتخب الاولمبي فهو مش موجود في الماتش بكره. رامي ربيعه، محمد نصير او كوكا، وخط الوسط عمرو السوليه، محمد محمود، محمود متولي واحمد عبد القادر، وخط الهجوم حسين الشحات، طاهر محمد، محمد شريف او شادي حسين. اعتقد شريف ويعني وقفشه هيبقى ليهم دور في الماتش، بس مش شرط عدد دقيق كبير عشان لسه راجعين من الاصابه يعني، لكن المهم ان هم طبعا يكونوا متواجدين. طيب خلينا نروح لخبر اخر وهو بيتعلق بحساب يلا كوره على تويتر، وبيقولوا ان في مصدر قال لهم ان الاهلي يطلب تقريرا طبيا عن حاله مصطفى سعد، وده طبيعي جدا، الاهلي بيتواصل ويطمن على اللاعب من خلال الجهاز الطبي بتاع المنتخب الاولمبي، واللاعب يا جماعه سليم مليون في الميه الحمد لله، مفيش اي مشكله خالص. زي ما قلت لكم في اول حلقه هي عباره عن كدمه بسيطه كانت في اولها قويه، لكن الحمد لله دلوقتي الامور تتحسن بشكل كبير قوي قوي يعني، فهيكون موجود في التدريبات خلال 48 ساعه على اقصى تقدير. سبورت 360 وحسابهم على تويتر بيقولوا تطور القيمه السوقيه لمحمد الشناوي منذ عودته للاهلي، اغلى حارس في الدوري حاليا. طبيعي هم هنا عاملين زي ايه، زي احصائيه للقيمه التسويقيه خلال مشوار الشناوي مع الاهلي من ساعه ما رجع في 2016 كان قيمته 500,000 يورو، في 2017 القيمه قلت شويه لانه ما كانش اساسي، فبالتالي بقى 400,000 يورو. بعد كده بدايه من 2018 بقى بعد ما شارك في كاس العالم وتالق وبقى اساسي في النادي الاهلي بقى قيمته التسويقيه 1,500,000 يورو، في 2019 نفس القيمه، 2020 زادت 1,000,000 يورو، 2021 زادت 500,000 يورو، و2022 نفس القيمه 3,000,000 يورو. طبعا نجم كبير وافضل حارس في افريقيا وافضل لاعب داخل قاره افريقيا، نتمنى له يا رب التوفيق دايما، وان شاء الله باذن الله يكون عنصر مهم جدا في مشوار الاهلي للموسم الجديد. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل.